بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل مستمر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة. شفت برق الله صوب الخوانيج، السعيد بن محمد بن خلفان بن حثيم الفلاسي من يقدم برق على المركز الأول، النقلة هناك على خداح حمد بن عبد الله بن حسن أحمد الشناصي المرزوق، ينتقل وياكم إلى ثاني ثالث المراكز سراب لسالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الرابع مهاجم احمد بن عبيد بن حميدان. خامس المراكز هناك منحوت منصور بن سيف بن خلفان الغويس، وفي المركز السادس ما شاء الله تبارك الرحمن الواضع لفهد بن سعيد سليم اليحافي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس ما شاء الله تبارك الرحمن ضاري لمحمد بن المر بن حلوى الاجتبي. هكذا كانت هي النتيجة، هكذا كانت هي النتيجة أيها الإخوة. برق في المركز الأول، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، السعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي الدقلة على المركز الثاني، هناك من الجانب الآخر ما شاء الله خداح حمد بن عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي، وفي المركز الثالث من أتانا وحلنا بثالث المراكز لسالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي اللي هو سراب منعود، وصل ثالث المراكز ما شاء الله. ولا المركز الرابع غير إلى المركز الأول منصور بن سيف بن خلفان لغويس، وفي المركز الرابع هناك مهاجم أحمد بن عبيد بن حميدان. خامس المراكز اللي وصلنا هناك الباز سلطان بن سالم بن أرحمة الشامسي، وصلوا هالملاقط ويا مرحبا بملاقط ومن حضر من ملاقط، عودة من جديد إلى المركز الأول، الله يا منعود. ولكن بنرحمة راعي حدث، راعي الأسامي الكثيرة، بسم الله يا الباز سلطان بنرحمة الشامسي الأقرب لهذا الناموس، سلام يا ابو ميت سلام. المركز الثاني منصور بن سيف بن خلفان العويس، المركز الثالث لجابر بن علي العويسي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع ما اقدر اتعرف عليه، وفي المركز الخامس ايها الاخوه شعار حمد بن عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي. التوقيت بنقول 3 دقائق 2:36 جزء من الثاني. سلام.